هلا يا جماعة، كيفكم؟ مقطع اليوم اللعبة فيجا اكس دي. اليوم يا جماعة بهذا المقطع بوريكم كيف تحصلون على الشعر اللي صار موجود في فيجا اكس دي. فين احكي لكم تقريبا مجانا يا جماعة، لانه السعر اللي حتدفعوه مقابل هذا الشعر هو كثير رخيص. فهلا اول شيء يا جماعة قبل ما اوريكم كيف تاخذوه، بدي اروح اوريكم الباقات اللي نزلت جديد. سو ليتس جو. يا جماعة الباقة الجديدة اللي طلعت تبع البنت اللي باللونها أخضر طلعت بفلوس حقيقية. أما الباقة الثانية يا جماعة اللي هي تبع عيد ميلاد اللعبة، زي ما حكيكم اليونيفورم عيد ميلاد اللعبة، فطلع يا جماعة بجواهر 125 مجوهرة. فهلا أنا أخذتهم كلهم تمام، هلا أخذتهم مجانا يا جماعة. ممكن تسألوني إيش هي ليش هيك دفعت فلوس وكذا، فهي يا جماعة هي ميزة للكريتر، إذا ضغطتوا عليها بتاخذوها مجانا. كمان نزلت السيارة الجديدة سعرها كمان 275 مجوهرة. سو زي ما كنتوا شايفين يا جماعة هدول هم الأغراض اللي نزلوا جديد. الصراحة كثير عجبوني، يعني أنا اللي كنت منتظرة الباقة فارغ الصبر بس عشان أجرب الشعر. سو لا بدي أروح أشوفها يا جماعة. لا أوكي بثواني شوي. سو يا جماعة زي ما كنتوا شايفين كمان الشعر فيكم تغيروا اللون تبعه. صراحة اللون الأصلي تبعه أحلى من إنكم تغيروه، يعني مثلا أنا حطيته هلا زي ما كنتوا شايفين زي هيك، بس إنه لون أصلي بيضل أحلى. سو يا جماعة خليني أروح أوريكم كيف تحصلون على الشعر الجديد اللي انضاف في بيك إكس دي مجانا. سو يا جماعة الشعر الجديد انضاف في بيك إكس دي حتلاقوه موجود بالهدايا اللي بيك إكس دي بتعطيكم إياها. فهلا إذا دخلتوا على الباقة يا جماعة حتلاقوا إن الباقة سعرها بس 4 كوينز، وعلى فكرة السعر كثير كثير رخيص، يعني تعتبر كأنكم قاعدين عم تشتروها مجانا، لأنه بيعطوكم شعر جديد وبيعطوكم كمان يا جماعة بيضة حيوان. فإذا فتحتوه احتمال يطلع لكم حيوان نادر فيها، فعارفين أنتم ضامنين، يعني إذا ما أحكي لكم إنه الفلوس اللي دفعتوها مو على الفاضي، كلها 4 كوينز مرة نايس. هلا يا جماعة أنا الصراحة كثير متحمسة عشان أعرف الهدية الجاية إيش حتكون. سو أنتم اكتبوا لي تحت توقعاتكم يا جماعة. سو احتمال ممكن تكون بلوزة جديدة على ما أظن، احتمال ممكن تكون بلوزة جديدة، أو ممكن احتمال تكون شنطة يا جماعة، ممكن تكون شنطة بتصميم يعني غير كثير جديد يكون. سو اكتبوا رأيكم تحت بالتعليقات. وبس هذا كان مقطع اليوم، أتمنى يعجبكم، بس أشوفكم مقطع جديد. سلام.